السلام عليكم، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال. يا رب جميعا تكونوا بخير. بصوا، من الأول كده خليني أعترف لكم إن أنا من الناس اللي بتحب الأكل البلدي جدا، يعني بحب طعمه وبحب ريحته، بحب ذكرياته. يعني بصوا، من الآخر كده خلينا معترفين إن إحنا مهما رحنا ولا جينا ولا اخترعنا ولا افتكسنا في الأكل ووصفات الأكل، لازم نحن للأكل بتاع زمان، لريحة زمان، الريحة البلدي اللي بتملى الدنيا، ريحة أكل أمهاتنا وجدتنا، الريحة اللي تخلي الشارع كله يبقى عارف انت بتعملي ايه. فوصفتنا بقى النهاردة للناس اللي زيي اللي بتعشق طعم وريحة البلدي، تعالوا نعمل مع بعض النهاردة قرص بلدي محشية بالعجوة بطعم وريحة السمنة البلدي اللي ريحتها هتجيب لآخر الدنيا، وكمان هتلاقيها دايبة كده معاكي وانت بتاكليها. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو سمحتوا يا أمارات، حابة أفكركم اللي معملش اشتراك القناة يشترك وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك، علشان ده بيساعد القناة ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هحتاج 3 كيلو من الدقيق. انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات وحطيت عليه معلقه كبيره ممسوحه من الخميره ومعلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر ومعلقتين كبار مليانين من توابل الكحك. توابل الكحك دي بتكون متوفره عند العطار او عند اي محل مستلزمات حلويات. وكمان حطيت نص معلقه صغيره من الملح ومعلقتين كبار مليانين من السكر البودر وثلاث معالق كبار مليانين من اللبن البودر. ممكن تستغنوا عن اللبن البودر لان احنا كده كده بنعجن القرص دي باللبن، بس هو بصراحة بيفرق جدا في طعم وريحة القرص، يعني بيديها دسامة اكتر. وهحط عليهم كمان كوباية من السمسم. وانا استخدمت على 3 كيلو دي كيلو ونص من السمنة البلدي. انا استخدمت خليط ما بين السمنة البلدي البيضة والسمنة البلدي الصفراء. انت طبعا ممكن تستخدمي كمية السمنة كلها بلدي بقري او بلدي جاموسي، ولو انت شايفة ان كمية السمنة دي هتكون مكلفة عليك ممكن تقسمي الكمية تخلي نصها سمنة بلدي والنص التاني تستخدميه سمنة عادي اللي هي النباتية، بس تختاري سمنة يكون نوعها نضيف شوية. المهم يا ستي ان انت تحاولي تدخلي نسبة سمنة بلدي ولو بسيطة علشان تاكلي حاجة بطعم وريحة زمان. والسمنة اللي انا استخدمتها كانت دافية، ولا هي سخنة قوي يعني بتقدح ولا هي باردة قوي. صراحة بتفرق معايا جدا لما بتكون السمنة دافية، بس بحس ان طعمها وريحتها بيكونوا اقوى. انا في الاول استخدمت المعلقة وقلبت بيها المكونات بس مع بعض، وبعد كده بستخدم ايدي علشان ابس العجينة كويس جدا، علشان مرحلة البس دي هي اهم مرحلة في القرص علشان تطلع معانا القرص ناعمة ودايبة زي الكحك كده بالظبط. وخلي بالك انك تبس العجينة غير انك تعجني العجينة، تبس العجينة يعني تحطها على كف ايدك وتفضلي تفركي فيها كده لحد ما تنعم معاكي وتكون بتلزق زي ما انت شايفاها كده. يعني لو مش هتستخدمي عجانة وهتبس العجينة على ايدك، مرحلة البس مش هتاخد منك اقل من ربع او تلت ساعة علشان تطلع معاكي العجينة ناجحة. وانا هعجن الـ3 كيلو دقيق بثلاث كوبايات من اللبن الدافي. اللبن لازم يكون دافي علشان يفعل العجينة، يعني ما ينفعش خالص اللبن يكون طالع من التلاجة. وانا في المرحلة دي برضو ما بعجنش، انا بس بلم العجينة، يعني بلم الدقيق كده على بعضه لغاية لما الدقيق يشرب كمية اللبن اللي انا حطاها كلها، وبعد كده بوقف تقليب. يعني سواء في القرص دي او في الكحك احنا ما بنعجنش خالص، احنا بنمر بمرحلتين، مرحلة انك تبس العجينة والتانية انك تلم العجينة، لكن احنا ما بنعجنش خالص. وعلشان بقى نختبر العجينة ونتأكد ان العجينة بتاعتنا ناجحة جدا، بعد ما تلميها كويس جدا وتتأكدي ان دي شرب كل كمية السوائل، هتاخدي قطعة كده صغيرة وتكوريها على ايدك وتفرديها شوية. لو ما فيهاش اي تشوهات تعرفي ان العجينة بتاعتك كده هتطلع ناجحة جدا ودايبة. وفي نفس اليوم اللي انا كنت بعمل فيه القرص لنفسي، ماما برضو ربنا يديها الصحة يا رب وطولة العمر، كانت عايزة تعمل برضو قرص بالعجوة، وهي طبعا علشان هتعمل كمية اكتر وربنا يعافيها ويشفيها يا رب، ما بقتش تقدر تبس علشان دراعها تعبها، فكنت ببس لها العجينه وقلت اصور لكم بالمره علشان تشوفوا شكل العجينه بعد ما بتتبس كويس. وده بقى بيبقى لون وشكل العجينه بعد ما بتبسيها كويس جدا، كل ما كميه دي بتبقى كتير والطبق بيبقى اوسع بتاخدي راحتك جدا في البس. يعني بفضل ابس في العجينه لغايه لما الدقيق لونه يتغير معايا ويبقى لونه فاتح ويكون بيلزق جدا في ايدي، يعني تحاولي تلميه كده ما بيتلمش. يعني ما تستعجليش خالص في الخطوه دي، بس عايزاكي تفتكري كل حاجه مزعلاكي واي حد مزعلك ومضايقك علشان ما تحسيش انت بتعملي ايه. يعني من الاخر مش هتاخد معاكي اقل من 20 دقيقه، وبعد كده بنزل باللبن ونفس الطريقه اللي انا عملتها لنفسي. انا بس حبيت اوريكو شكل الدقيق بعد ما بتبسه كويس جدا، لازم توصلي للون الفاتح ده اللي بيلزق علشان تطلعي معاكي القرص ناجحه جدا. وبنفس الطريقه برضو انا بلم العجينه، ما بعجنش خالص، يعني ما تستخدميش صوابعك، انت بتستخدمي كف ايدك كله. وبعد ما بلم العجينه بغطيها علشان ما تنشفش، وكمان بسيبها ترتاح لمده ربع ساعه بس مش اكتر من كده، لان انا بريح العجينه ما بخمرهاش. يعني عجينه القرص دي بنتعامل معاها نفس عجينه الكحك بالظبط، احنا ما بنسيبوش يخمر
احنا بس بنسيب العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة بس مش اكتر من كده، علشان كده لو تلاحظوا من البداية ما بنستخدمش كمية خميرة ولا بيكنج باودر كتير، احنا بس بنستخدم كميات بسيطة علشان تنفس للعجينة بس مش اكتر من كده. وفي حاجة كمان مهمة، لو انت مش حابة القرص دي تكون ناعمة قوي ودايبة ممكن تقللي كمية السمنة شوية، يعني انا استخدمت على الكيلو 500 جرام، انت ممكن تستخدمي على الكيلو 450 جرام بس، يعني لو انت من الناس اللي ما بتحبش الكحك والقرص والحاجات دي دايبة فهتقللي كمية السمنة شوية، لكن انا بالنسبة لي كانت كمية السمنة ممتازة لان انا في الكحك بستخدم على الكيلو دي 550 جرام من السمنة، لكن انا هنا مستخدمة على الكيلو دي 500 جرام بس من السمنة، فكانت بالنسبه لي مش دايبه قوي زي الكحك، لكن لو انتوا بتحبوها ناشفه عن كده فممكن تقللي كمان 50 جرام، يعني على الكيلو دي تستخدمي 450 جرام بس من السمنه. ونقطه كمان مهمه جدا جدا، بلاش تستخدمي خميره وبيكنج باودر كتير علشان هتفرش في الفرن وكمان النقشه هتروح. وطبعا التشكيل ده بقى زي ما انت عايزه، يعني انا شكلت كده اشكال عشوائيه، وكمان استخدمت بصمه الكحك واستخدمت المنقاش، فالتشكيل ده بقى حسب الرغبه. هي العجينة علشان ناجحة فهتكون سهلة جدا في التشكيل، يعني انا هنا استخدمت المنقاش، تعرفين بقى عند ماما وكده فلازم نعيش الجو البلدي شوية، واللمة بقى على الحاجات دي والحكاوي والايد الكتير بتنسيكي اصلا انت بتعملي ايه. زي ما انا نسيت اقول لكم كده ان القرص دي بتدخل على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، والقرص دي زي الكحك بالظبط علشان تطلع معاكي دايبة مش مستحبة خالص ان هي تاخد لون غامق من تحت، يعني اول ما تاخد لون بسيط كده من تحت لو احتاجت لون من فوق بتولع عليها الشوايه حاجه بسيطه وبعد كده بتطفي النار، يعني بلاش توصليها لمرحله ان هي تبقى متحمصه علشان تكون دايبه، الا لو انت بتحبي الطعم المحمص في القرص او الكحك فانت حمصيها، يعني دي حسب الرغبه. وبس كده يا ستي، ده كان شكل القرص بعد ما خرجت من الفرن، سهله جدا على فكره وبسيطه، وطعمها كان تحفه وريحتها كانت تجنن، وطبعا علشان الريحه بتجوعنا لازم مع اول صينيه بتدخل الفرن يكون البراد جاهز على البوتاجاز علشان نعمل شاي وناكل اول صينيه بتخرج، ويا سلام بقى على الفطار كده مع كوبايه شاي ولبن، يا سيدي يا سيدي ولا احلى. وبس كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب تكون الوصفه كانت خفيفه على قلوبكم، ولو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش يا امارات تعملوا الخير النهارده، لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل ليكم كل جديد. بحبكم في الله.